دليلون دليلون يا يما دليلون 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 نام نام يا يما الولد نام نام يما الولد نام نام يما الولد نام نام يما الولد يما تذكر من كنت هز مهدك وناغيك وقولن 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 يا المدلل هلا بيك يا يما يما وقولن 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 اي اليوم ليلة وداع اليوم أصعب ليلة على بيت النبوة هي اليوم. يعني شايف واحد من عزيز عندك ويقول لك اليوم آخر يوم وياك باكر ما شوفني وما شوفني مو بعد يرجع لك ما شوفني خلاص. الحسين هذه الليلة لم عياله ولم أطفاله ولم زينب ولم خواته وقلهم اليوم آخر يوم. اللي عنده وصية اللي عنده بكي يبكي اليوم واللي عنده سالفة يحكي لياها وكلها متعلقة بأثياب الحسين. وإحنا اليوم نقول لك متعلقين بأثيابك يا أبو علي. لبيك يا حسين لبيك يا حسين. مو صوت هذا مو صوت هذا إلى كربلاء إلى كربلاء كنا نرفع أيادينا ونصيح لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا عباس لبيك يا عباس. لم الحسين عياله عياله ومن العطش قامن يحومن وصاح حسين للتوديع قومن صاح حسين للتوديع قومن قومن مثل سرب القطة قامن يحومن. اي والله صاح حسين للتوديع قومان قومان او مثل سرب القطة قامن يحومان. اي بويا اي بويا اي بويا يا يابا يا يابا هذا الليل اخر ليل وياك يا بويا. اي والله يا بويا مثل سرب القطة قامان 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 قامن يحومن تطيح عليه وحدتهن وتذار تغمر. ايش قالهم باوع بالوجوه الحسين قال صاح له يا زينب يا زينب قوم ودعيني قال له يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب قال لي يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب قوم ودعيني ودعيني
ودعيني اي ودعيني هذا اليوم هذا اليوم تال وداع لي على ابويا اخر وداع اليوم اي والله هذا اليوم هذا اليوم تال وداع مني اي مني بعد ساعة الوداع يبقى دمي الله خلي دمعتك يم الحسين اي 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 وصلها للحسين بعد الحسين سوى نقول لفن لفن يتصارخن كل النساوين او دارا عليه دور الجفن للعين يودعنا ويودحن الحسين يا يابا شي يقولن يقولن يا يابا حرام الشان هذا الليل نمت يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا فراقك شلع قلبي شلع قلبي يا لبو يا يابا يا يابا يا يابا يا ابويا بعد سيدي يا ابا عبد الله يقول الحسين جاي يطلع قالت له زينب ابو علي اخويا بس خلي بالك وياي قالت له اخويا ابو علي ريض اوقف وقف الحسين قال اه زينب قالت له امي من كانت مريضه الزهراء وهي على فراش المنيه قالت لي زينب اذنوا مني يقول اجيت دنيت من امي الزهره همست باذني قالت لي بني زينب اذا رايت الحسين وحيدا فريدا لا ناصر ولا معين بلغيه مني سلام قل لي لامك تسلم عليك يا ابو علي بوسي لي يا من حرق وشمي لي يا من صدره من صدره من صدره يقول الحسين تذكر ام الزهراء بكاد النقل الهار صاح يا يمه يا يمه يا يمه يا يمه يا يمه يا يمه يساعد الله قلبك يا الفاقد لك ام يا يمه يا يمه يا يمه يا يمه اي والله يا يمه ايش قالت له اسمع زينب قالت له ريض يا اخوي حسين لي عندي وصيه من الزكيه قالت بيوم الغاضريه لو شفتي الغاله علي ما ضليك الواحد بجيه يا يمه شميه شميه من نحره شفيه يقول الحسين سمع زينب بجت وسولفت لي على الزهرة قالها زينب تعاي خويا يقول فتح صدر الحسين الله الزهراء عليك إذا عندك أخذ دير بالك عليها عينك عليها دير بالكم على خواتكم مثل ما تخلي عينك على أمك وعلى أبوك دير بالك على أختك شوف الحسين شلون يحترم زينب شلون يحب زينب ترى الأخت من دون الأخ ذليلة والله ما عدها غيرك الحسين قالها زينب خويا تعاي دناها إلى فتح لها صدره قالها أخويا وصي الوصية مالتك نفذيها يقول من سمع من سمع حسين فك صدره الأخت وعلي طاحت الحرة نوبة تشم نوبة تجر غزرة ونوبة اللي تنادي يا زهرة صدره صدره وحق الزار نعش الله وصدره صعب للموت وادعنا 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 وصدره 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 بلهفه قمت احب نحره وصدره 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 يا زهره يا زهره يا زهره يا زهره وعين شديت الوصيه اي بعد البكي جاك يقول الحسين راد يطلع العيال الأطفال قالوا لأبويا بس زينب ودعتها إحنا غير أولادك غير جهالك اليوم ليلة الأبو اليوم ها الحسين راح يروح ويهدم البيت ويطلع على قولته شايف الأبو من يطلع شلون يطيح خيمة البيت ويروح يقول راح الحسين سمع صوت من وراء سكينة صغير ونقلت لأبويا بويا حسين
بويا يقول ندار عليها العزين قلتنا بويا بويا يقول لا تخفى علي هاي غيبتك لو بعد جاي اليوم الاخير اليوم امشي براحتك الله يساعد قلبك سيدي يوم ولا يا صاحب الزمان قالت لابويا حسين قول لا تخفى علي يا غيبتك لو بعد جايه لو بعد جايه يا ابويا الجان رايح هاي اخذني وياك عنك ما اقدر اصبر يا يابا يا يابا يا ابويا اريد امشي وازيد اليوم همي يمي ما دامك يا ابو يا حسين يمي يا الحبك جرب وجدايني ودمي صعبه والله فرايق اللي يحبونه دبضل من البجي دبضل من البجي وقف دمعاتي يا ابويا ينقطي من اسمع صوتي بعد سيدي يقول كانت اكو طفلة صغيرة للحسين اسمها رقية هاي كانت شنو وظيفتها من تسمع الاذان تيجي تفرش السجادة لابوها تقول له ابتاه قد حان وقت الصلاة يقول الحسين من طلع من ودع وصل الباب الخيمة صاحت لابويا بويا حسين انا الصغيرة انا رقية رجع لها الحسين احتضن عباسها منها ايش قلت له قلت له بعد المن يا حسين شكواي ايضا انقطع وانقطع رجواي شايف من الطبل البيت وعدك بني عدك ولد صغيرون يشكي لك على كل شيء بابا واحد ضربني بابا فلان اذاني بابا فلان سمعني شايف الطفل ايش قد يشكى لك لا ترد قل له اي بويا اي بابا لان ما عنده غيرك ترى استمع لك ايش استمع من عنده رقية تقول له هيج تقول له ابويا بعد المن يا ابويا النوب شكواي ظن انقطع وانقطع رجواي او لا تسمع عتابي ونخواماي اوي بويا اوي بويا اوي بويا يا يابا يا يابا خل الدار من ناسنا الاعزاز يا بويا يا يابا بويا 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 يا بويا بويا يتحاجى وحاجيك كون الموت يتحاجى كون الموت يتحاجى وحاجي وقل له خذ الرد والزين خليه اي والله لقعيد لقعيد بصفه اعتب عليه اي اي بويا اي بويا شاله وعزاز قلب شلون بي ابويا اي الاب عزيز يا ناس راح الحسين دخل الى ارض الطفوف راح المق شويه قاتل قتال الابطال حتى وقع على ركبتيه على النار ارفع ايدك لي فوق كنا نرفع ايادينا رحم الله من نادى وحسينا وسيدا حسين يا حسين حسين يا حسين احكي عليك الحسين حسين يا حسين حسين يا حسين وقع على الأرض مناهديا ألا من ناصر ينصرنا ألا من معين يعيننا الإمام السجاد
بالخيمة زينب أم المصائب تقول راد الإمام يرفع الفسطاط الخيمة. قلت لأبويا لا تنزله عم، لا تنزله، ترفع فسطاط الخيمة. تقول أنا أدري الحسين قتل. قالها أريد أشوف أبوي. قالت له أبوك وين نايم أبوك؟ قالها شنو نايم؟ قالت له نايم 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 أخوي شلون نوم. الله يا زينب، اي والله يا ابوي نايم نايم اخوي شلون نوم ابوي عريان ومسلب ادوم. وشنو الشي اللي قال لي مشوف زينب؟ شو تقول؟ تقول ابوي حر الشمس غير الشمس غير رسومه عميان على الخوان عين يا ابوي. حر الشمس غير رسومه رسومه. بعد زينب يقولون زينب جن عليها الليل، بقت وحيدة فريدة، لا ناصر ولا معين، ما حد يهم المصائب. جن عليها الليل، طلعت بالليل اشتاقت للعباس. عمت عين عليك يا زينب، اي والله اشتاقت للعباس. شايف الاخت وتشتاق لاخوها؟ طلعت زينب وحدها اشتاقت للعباس. يقولون تعثرت بولديها لم تقف، تعثرت بالثاني ما وقفت. قالوا لها زينب صاحوا علي زينب هذول ولدك المن رايحة؟ قالت انا قلبي مو على ولدي. وين رايحة زينب؟ تقول انا رايحة انا رايحة انا رايحة العباس. أنا رايح العباس جعده جعده ورجب جفوفه فوق زنده وقل له ترى أختك بشدة حملي الوقع حملي الوقع يا هل يشد. اجت زينب وين قعدت؟ يم الحسين. عاتبت أبو علي أخت وتعاتب أخوها، عاتبته قالت لأخوي أبو علي ليش تعوفني؟ ليش خليتني وحدي؟ ساعد الله قلبك سيدتي ومولاتي يا أم المصائب زينب. اسمع ايش قالت له. قالت له تعرف ليش جيتك بالليل؟ أبو علي ليش جيتك بالليل تعرف أنت أخويا؟ قالت له بظلام الليل يا أخويا اعتنيتك، عدوك نام يا ابن أم وجيتك وجيتك. عسى قربت منيتي منيتي ولا منيتك لا منيتك. اي والله عسى قربت منيتي منيتي ولا منيتك.